طيب بسم الله ورحمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد شكرا لكل الإخوة السلفيين، جزاكم الله خير على هذا المجهود، ونسأل الله عز وجل أنه يجعله في ميزان حسناتكم. فبس داير أتأكد من حاجة أو استفسار يعني في مسألة التعاون مع أهل البدع. طيب أنصار السنة يتعاونوا مع الصوفية لمحاربة الشيعة، نبقى منصفين شوية شيخ مزمل. من ثمرات المؤتمر إنه هسه بقى ما في شيعة في السودان، وإلا كان أنت قال لي كان حتحارب الصوفية بجاي وحتحارب الشيعة بجاي. أنا شايف إنه ده فضل يعني، لازم نكون منصفين تمام. وممكن نشابه التعاون ده بمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتعاون مع يهود بني غريزة في غزوة الخندق، تشابه صح؟ أو مثلا المعاهدة صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم يتعاون مع قريش إذا كان ده المبتدع وده الكفار. ده السؤال والزاير توضيح يعني في المسألة دي. شكرا لك. طيب شكرا لك. والأخ يعني شكله بغايته من أسلوب كلامه زول داري عارف يعني، ونحن بنفرق دائما بين الإنسان المسترشد والداري يعرف، بنرد عليه بكل لطف وبكل لين، وبنفرق بين الإنسان الآخر الدارج الأدب على الشريعة ويلعب بالدين ويستهزئ بالنصوص، ده بإذن الله سبحانه وتعالى بنجم ونجام تمام خلاص. لا والمقدمة دي مهمة، لأنه في بعض الناس بيضربوا لنا بيقول لنا أنتوا ليه شديتوا على داك وسويتوا داك، هم بيكونوا برا السودان ذات ما فاهمين الحاصل عندنا هنا شنو. نحن بنشد على ناس، في ناس عواليك بنشد عليهم، وفي ناس الأخ ده أنا ما بعرف لكن من أسلوبه كأنه داير شنو داير يعرف. المرة الجاية إذا طلع غير كده بنوري برضو غير كده. طيب قال داير أتأكد من شيء وهو التعاون مع أهل البدع. التعاون مع أهل البدع حرام بنص القرآن والسنة، يبقى تاني ما في حاجة. الله قال حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في معنى الأحاديث اللي حسرد لك إنه التعاون مع أهل البدع في الدين حرام. وكلمة في الدين دي مهمة ضابطة، لأنه في بعض أنصار السنة بتاع اللعب يقول لك يعني قلت ما نتعاون مع أهل البدع صحيح؟ طيب الدكان جنبنا بتاع لبن ولبن وظريف وصوف، يشيل منه ولا ما يشيل؟ شيل اللبن ولا هطلقيش ذاته؟ ده ما الموضوع. الموضوع في الدين التعاون مع أهل البدع بشنو يا جماعة؟ في الدين ده الموضوع، نحن خلافنا هنا. اما مبتدع ببيع طحنيه وكل طحنيه تخليها له وليه ياكل السم وكلها انت، ده الموضوع. لكن في الدين ده موضوعنا هنا، لابد تفرق بين دي وبين دي. طيب قال تعالى في القرآن الكريم واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. الايه العلماء قالوا الذين يخوضون في آياتنا هم أهل البدع، ربنا قال أعرض عنهم أعرض عنهم، ده الموضوع. حتى يخوضوا في حديث غيره الصحيح، حتى يتوبوا من بدعتهم، يبقوا ما أهل بدع يبقوا ما أهل بدع. لكن طالما هم أهل بدع ربنا قال فأعرض عنهم أعرض عنهم، يبقى الزول اللي بيجي بيقول لك لا 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 تقعد معاهم وتعمل معاهم محاضرات. عبد الحي يوسف بيجاي مبتدع كبير، وبيجاي واحد سلفي، انا ما قصدي انصار السنه، انصار السنه شيوخهم ديل مبتدعه، لكن مثلا واحد سلفي اذا يمشي يشتغل مع عبد الحي اما يكون ما عارف عبد الحي مبتدع بنوريه، او عارف ودار يتعاون بقى مبتدع بقى ما سلفي، وذاته بقى زي عبد الحي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وده برضو من الأدلة في عدم جواز التعاون مع أهل البدع كما قال العلماء والفقهاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأنا بسألك سؤال من ناحية واقعية من ناحية عملية، الآن زولت القمع الصوفية
مع الصوفية بيرقص معاهم في النوبة. سألته يا شيخ فلان ده شنو؟ قال لك والله بتعاون معاهم بتعاون معاهم. ده صوفي ولا ما صوفي؟ صوفي. زول اللي لقيته مع الجبهجية واقف في الركن بصفك تاك تاك، طبعا يدينهم غلات تاك 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 تاك، ده شنو؟ ده جبهجي. حتى لو دقنه لحد جزمته جبهجي ابو دقن، موضوع انتهى. واحد ثالث، واحد ثالث تلقاه مع ناس ندى القلعه لافي من حفله لحفله، واقف ورا الفنانه طوالي وبتاع وماسك الاورجن، ده شنو؟ فنان معاهم سوا، صح ولا ما صح؟ زول لابس شعار المريخ وقاعد في المدرجات تحت المريخاب، احمر في احمر ويضنين وعاملهم صفر، ده شنو؟ مريخابي. عرفتها؟ مريخابي، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يبقى القاعده دي جات في الحديث النبوي الصحيح ده في صحيح مسلم، الناس مطبقينها من ناحيه شنو يا جماعه؟ واقعيه. لكن انصار السنه بينكروها ومطبقينها. يا انصار السنه لو ما لقوك مع الكيزان بقول لك انت كوز، صحيح ولا ما صحيح؟ هسه قالوا احنا كيزان، قالوا انا اللي هو في الامن وابو بكر ما بعرف شنو برضه في الامن وذاك وشنو ذاك شنو، ونحن ما لقونا معاهم بس ساكت. طيب القاعده دي ارخوها شويه، يعني افتحوا الحباس الضبه بتاعتها شويه، خلوها تنفذ شويه. اللي بيقعد مع اهل البدع مبتدع، صحيح ولا ما صحيح؟ ايوه. صار السنه لا في مع اهل البدع، لا في مع الصوفيه، لا في مع الديك بتاع الكباش، لا في مع مشوا لذاك اسمه صايم ديما، بل قالوا قال لي ما رايك في التصوف يا رئيس انصار السنه؟ ده ما زول تعبت في انصار السنه، ده الرئيس الذي عام. قال لي ما رايك في انصار السنه يا اسماعيل عثمان في التصوف؟ قال التصوف مجموعه من الاخلاق الفاضله. اقرا لك من الشعراني، علي وحيش ده كان بيعمل عمال وسخه مع الحمير، دي اخلاق فاضله يا اسماعيل عثمان؟ دي اخلاق؟ دي اخلاقك يا اسماعيل عثمان؟ دي الاخلاق اللي بتنسيها للصوفيه؟ ده كلام باطل. كذلك من الأدلة، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني شنو عضدا؟ يعني مساعدا ومعاونا. ربنا قال وما كنت متخذ المضلين، يعني شنو مضلين؟ دي من أوضح الآيات في حرمة التعاون مع أهل البدع والجلوس مع أهل البدع والمساعدة من أهل البدع في الدين. ربنا قال وما كنت متخذ المضلين، المضلين ده ليهم أهل البدع مضلين ولا ما مضلين؟ مضلين. الآية دي بتتكلم عن أهل البدع. ربنا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني معاونا ومساعدا. يبقى حرام تتخذ واحد من أهل البدع معاون لك ومساعد لك في الدين، ما بجوز. أما صلح الحديبية ده صلح، ده ما تعاون، والصلح دائما بيكون مع الانسان اللي انت معاديه او اللي بينك وبينه في مشكله او عداوه. فكونه حصل صلح مع هؤلاء في وقت معين ما طوالي وبشروط معينه، ده ذاته دليل على عدم جواز التعاون مع اهل البدع. ليه؟ لانه كونه النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين لشيء وقت معين، خلاص معناته اصلا كان مشاكله. ليه؟ لأنهم ضالين. أنت فهمت المشكلة كانت في شنو؟ في إنه ضال ضالين. الشرك ده أعظم ضلال، أعظم ضلال وأظلم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أما موضوع الصلح هل هو تعاون ما تعاون؟ الصلح هدنة إيقاف للحرب بشروط معينة ولمسائل معينة، الموضوع انتهى. وربنا قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وغير من الآيات في مسألة الصلح ومسألة الخيانة في الصلح، وغير موجودة في سورة الأنفال، وغير من نصوص الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الصالح يوقف القتال الآن، عرفته؟ ده ما معناته التعاون وأهل البدع. تعال يا عبد الحي اقعد بيني، وتعال يا سلفي اقعد بيني في الترابيزة نتكلم عن محاضرة، القدس تنادي أو الشيماء تبكي. فده احتيال من أنصار السنة وإجرام، بيجيبوا لهم شيوخهم دكتور مين ودكتور مين ودكتور مين ودكتور مين، كلهم عطالة، كلهم مجرمين، وكلهم فشلة وضلالين. بعد ذاك قال من ثمرات التعاون بتاع أنصار السنة إنه حاربوا الشيعة وبقى ما في شيعي واحد. والله ده كلام عجيب.
ها وركن قبل الفات جانا شيعينا ده صار السنة ما قبلوا. لكن عموما السودان اصلا اصلا من اوله لليله نسبه الشيعه فيه اضعف من الضعيفه. ما في يعني بصوره مش ما في ابدا يعني ما في خالص ما في بصوره كبيره خالص ما بتلقى. يعني الان لو لفيت السودان ده قريه قريه عشان تمرك شيعه حاجه نسبه قليله جدا لا تذكر لا تذكر. وحتى النسبه القليله دي ما هم اتبع الترابي. انت قالوا منو؟ انت قالوا منو دين؟ الناس اللي بيسبوا الصحابه ويقولوا الا يطعنوا في ايات في القران وينكروا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ديل 99% منهم تابعين للترابي. تابعين للترابي مرقوا من كتب سيد قطب الكلام ده. الترابي ذاته كثير منه جابوا من كتب سيد قطب. الليله انصار السنه شيوخهم ذاتهم مارقين من كتب سيد قطب. فده ده كلام باطل. ومؤتمر يحيل موضوع شيعة ما في مؤتمر. مؤتمر ده جابوا فيه عناي عنب وبارد وكوكتيل بتاع اسمه شنو ذاك الكيك كيك بتاع كيك فتح المجيد ولا غيره اكلوه ونظروا جماعة والنظارات والريحة وتخارجوا مشوا. ما في مؤتمر بيحل له موضوع بتاع ضلال. ما في ده كلام باطل ساكت. الشغل ده بيتحلى في الميادين. زي الشغل ده كشف لعقائد الشيعة كشف لعقائد الصوفية لغيره لغيره لغيره. وما بيجوز انك تدعاهم اهل البدع لمحاربه الشيعه، ما بيجوز للايات اللي ذكرتها قبل والاحاديث في البخاري، قال النبي عليه الصلاه والسلام لما قرا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويلها الايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول حذر من اهل البدع الذين يتبعون المتشابهات واهل الزيغ والضلال. شيوخ انصار السنه قالوا لا لا ما بنقبل الكلام ده الاحاديث دي نقعد معاهم ونتعاون معاهم تمسكوا بيته. كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. وما في كلام زي ده حصل انه بسبب المؤتمر بقى ما في شيعي وغيره وغيره. أنا قلت كطالب علم هل الواجب علي اتصال سند من الشيوخ الذين أدرس على يديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير؟ ما واجب عليك لكن دي من الأشياء المكملات ماشي ما 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 واجب. إنما الواجب أن تتعلم ما يجب عليك أن تتعلمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إلى هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم. الأشياء الواجبة عليك تتعلم. نعم. في سؤال في مداخلة؟ جزاكم الله خير. عندك حاجة محدين؟ شيخ أحمد؟ عندك حاجة؟ طيب أنا بوصي الطلبة وصية واحدة بس. بوصيكم بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد. ونحن يا جماعة موضوعنا كل واحد بس. عشان ما نجوض عليك الشغلة، موضوعنا واحد. موضوعنا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا شيخ طريقة يعبده لا صوفي يمشي الناس يتبركوا به ويعصر له كرعينه لا قبة يشيلوا منها تراب لا حجاب تميمة يعلقوها ويعتقدوا إنها بتنفع أو تضر أو تجيب الرزق. دي دعوتنا والله ما داري منكم أي حاجة. لا نازلين انتخابات لا يوم حتلقونا في مقاعد برلمان ولا حتلقونا في أي اتجاه ولا حتلقونا عندنا اسم بتاع طريقة ولا جماعة ولا رئيس عام ولا رئيس خاص. دارين الناس تعبد الله وتنهى عن الشرك في عبادة الله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.